Christmas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، وجينا لكم بفيديو جديد. كما تشوفون الدنيا تلج، نشغل السيارة ونرجع ننظف مرة. نرجع لكم عشان ما تقفل شيء. ان شاء الله تكونوا بخير. كما تشوفوا الدنيا ثلج، وقلت صور وانا انظف الشارع. كما تشوفون شوفوا السيارة كلها ثلج. بس هي اللي انا اشتري انظف قدام السيارة. راح اطرحكم في السيارة وارجع كذا. القاع تحت لما في تحت تحت، لأن في إذا وقع ماء فوق السنو هذا يعني يكون أخس من غليه القاع.
هذا أسماه أكثره دماء، بس والله إذا كان ثقيل كل ما أخذه كان ثقيل يكون معي. هذا يخلي السيارة تكون يعني تمشي صعب. شوفوا كيف هو يعني حقر الحين يكون زي الحقر. شوفوا هنا يعني ما قدرت نزله يعني الحين نصلي خلاص. يا الله يو 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 يو. شوف تبع البترول الكفر كيف بهرز. مش قاعد امشي بالكاميرا والله مش عارف بتملي الدنيا. شوفوا هي فكرة. شوفوا يا سلك يا ولد. فكرت عندي معنى الله قاعد شوفوا تعال. تعال حبني اليوم اليوم يا ولد. اسحب ايوه 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 اسحب 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 يا قيام خلقنا. رجع 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 بس 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 شوفكم نكس فيديو. واو رجعنا لكم بعد ما قطعنا الفيديو من الأول وجينا إلى الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإشتراك واللايك والتعليق. التعليق واللايك والإشتراك ثاني والله تروني على كثير في المنتج في كل شيء يعني. وانتظروني بفيديو جاي ان شاء الله راح يكون احلى من هذا وراح نعمل تل. واذا اكتبوا لي بالتعليق واذا عجبكم قلنا لكم لايك واشتراك وبيس اوت.